من منا لا يملك جهاز ذكي؟ في حين أصبحت الهواتف المحمولة جزء أساسي من حياتنا اليومية، هناك الكثير من الاعتقادات الشائعة التي نظنها صحيحة لكنها ليست كذلك. إليكم أبرزها. نشأ مفهوم خاطئ لدى عدد كبير من الأشخاص أن استخدام الجهاز أثناء الشحن يضر بالبطارية، وفي حين أن هذا المفهوم كان صحيحاً في الأجهزة القديمة، إلا أن الأجهزة الذكية الجديدة آمنة للاستخدام أثناء الشحن، ولو كان هذا الأمر سيؤدي إلى إبطاء عملية الشحن. يلجأ أغلب الأفراد إلى استخدام مجفف الشعر عند تعرض جهازهم للمياه، وهو أمر خاطئ بالتأكيد، لأن الحرارة تؤدي إلى إتلاف البطارية. الحل الوحيد في هذه الحالة هو وضع الجهاز جانباً في الهواء الطلق وانتظار أن يجف بشكل طبيعي. وتنصح الشركات أصحاب الأجهزة المضادة للمياه بغسله بمياه حلوة إذا تعرض لمياه البحر المالحة، ثم وضعه جانباً لأنها تبقي الرطوبة داخل منفذ الشحن. يعتقد الكثيرون أن استخدام 4G يستهلك بيانات أكثر من 3G، وهو مفهوم خاطئ، لأن الفرق الوحيد بين الخيارين هو سرعة الوصول إلى الشبكة، لذلك إتمام نفس العملية على الشبكتين سيستهلك نفس كمية البيانات. الكاميرا من أبرز الميزات التي نقيمها عند شراء أي جهاز جديد، لكن هل نقوم بذلك بالطريقة الصحيحة؟ لأن النظر إلى عدد الميجا بيكسل ليس كافٍ، جودة البيكسل قد تختلف بين جهاز وآخر، لذلك يجب النظر إلى عدة عناصر مختلفة، منها عدد الكاميرات، تقنية الزوم وحفاظها على جودة الصورة، وميزات الكاميرا الأمامية التي عادة ما نغفل عنها. ما لا يعلمه أغلبنا هو أن عملية الريستارت لا يجب أن تقتصر على الأوقات التي نواجه فيها متاعب فقط. لجهاز سليم يجب القيام بهذه العملية مرة في الأسبوع على الأقل، حيث تساعد على حماية البيانات، منع الأعطال، العمل بسلاسة أكبر، وإطالة عمر البطارية.